من المقولات التي تثير أصفا ذهنيا يفتح آفاق جدليات مختلفة بين أخذ ورد وتأويل وتصحيح مقولة تاريخية الأحكام الشرعية. هل من قراءة معرفية تصحيحية لهذه المقولة؟ هل أسس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لهذه المقولة رؤية دقيقة من معطيات الوحي الإلهي؟ تساؤلات معرفية مهمة في البحث الموسوم تاريخية الأحكام الشرعية في نص ما روي عن الإمام علي عليه السلام الذي اشترك في إنجازه الأستاذ الدكتور هادي حسين القرعاوي والمدرس المساعد فاضل عباس حسن إجابات علمية موضوعية. أطلب من الأستاذ الدكتور هادي القرعاوي أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه بما لا يزيد عن ربع ساعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأستاذ الدكتور هادي حسين هادي القرعاوي حاصل على شهادة دكتوراه شريعة وعلوم إسلامية من جامعة بغداد في عام 2000 وبتخصص أصول الفقه، وحاصل على لقب الأستاذية سنة 2010، كما أنه رئيس لجنة الدراسات العليا عام 2012 وأستاذا للدراسات العليا في كلية الفقه. أشرف وناقش على أكثر من 100 رسالة وأطرحها في مختلف الجامعات العراقية، كما أن له أكثر من 20 بحثا في مجلات علمية محكمة. أدعو الأستاذ الدكتور هادي حسين لإلقاء ملخص بحثي مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وفقنا الله سبحانه وتعالى وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح، وبعد، السلام عليكم إخوان الحضور ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. موضوع بحثنا يتعلق بتاريخية الأحكام الشرعية في نص ما روي عن مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعد التاريخية من الإشكاليات التي تطرح الآن في الساحة المعرفية الإسلامية، ولا بد من إيجاد الحلول المباشرة والناجعة لهذه الإشكالية البحثية التي هي بدرجة ما تحرك البحث الفقهي وتحرك البحث الأصولي، كما هو الحال في الكثير من الظواهر التي حدثت في التاريخ الإمامي على مختلف العصور التاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الحركة الإخبارية وما كان من منتجاتها. الوحيد البهبهاني في فوائده وكيفية نضجة البحث الأصولي وأثرت حتى على في امتداداتها إلى بحث الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري في نظرياته وابتكاراته في علم الأصول، وهذا ما حرك الآخند الأخراساني في مناقشة ما توصل إليه الشيخ الأعظم تحليلا ونقدا، فأثار أيضا تلامذته ما بين القبول والرد لتقويم تلك النظريات وتلك الآراء الأصولية. فإذن الإشكاليات أمر وارد وهي مما يحرك الساحة البحثية، فإن بحثنا في التاريخية يقع على مستويين، على مستوى الثبوت وعلى مستوى الإثبات. فعلى مستوى الثبوت مما لا إشكال في وقوعه، والخلاف إنما يكون على مستوى الإثبات والنظر في الأدلة الخارجية، هل يستفاد منها التاريخية والتقييد بحدود الزمان والمكان أم أنها لا يستفاد منها ذلك؟ والخلاف عندئذ يقع في الجملة وليس بالجملة. فانقسم فقهاء الإمامية إلى قسمين، بعضهم
يرى عدم التاريخية، وهذا ما ذهب إليه مشهور علماء الإمامية بأن الأحكام ثابتة ويجب أن نتعبد بحرفية النص ومداليلها، وأن الزمان والمكان لا يؤثر في القراءة لتلك المداليل. مستدلين على ذلك بمجموعة من الأدلة، ومنها عندنا الأصل اللفظي على أن المنظور في عناوين الأحكام الشرعية إنما هي الموضوعية لا الطريقية، لأن الطريقية ربما يستفاد منها عندئذ الوصول إلى التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى قاعدة الاشتراك واشتراك العالم والجاهل في الأحكام، والحاضر والغائب والمخاطب والغائب هم أيضا من القواعد الكلية في الفقه الإمامي، وتعد هي من قوام الدين. وكذلك بالنسبة إلى الإطلاقات الواردة في أدلة الأحكام، وكما معروف عند حضراتكم بأن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات، وهو بالمقدمات هي الثلاثة، بأن يكون المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، أن لا ينصب قليلة متصلة، وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر. فبإطلاق هذه الأدلة ممكن القول بشمولها إلى كل الأزمان وإلى كل الأحوال. ثم أنهم بعد ذلك ناقشوا من قال بمن، من قال عند أذن بالتاريخية، وأثبتوا عدم صلاحية إيش؟ عدم صلاحية قولهم، لأنهم اعتمدوا على مجموعة من البراهين أو ربما تصل إلى المنبهات الوجدانية التي من خلالها توصلوا إيش؟ توصلوا عند أذن إلى التاريخية، منها الروايات التي يستفاد منها التاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الفرار من الطاعون. وبعد ذلك فسرها الإمام علي إن ذلك لحيثية معينة ولزمن معين ولحيثية الحرب، لا أن يكون ذلك مطلقا. وكذلك بالنسبة إلى النهي عن حبس الأضاحي في منى 3 أيام، وفسرت عند أذن الحاجة نهى ذلك، وبعد ذلك عند أذن أبيح هذا الأمر. فإذن الروايات ربما يستفاد منها عند أذن التاريخية، وسردوا لنا مجموعة من الروايات في ذلك. 2، من خلال المتابعة والاستقصاء هم أيضا قالوا بأن الكثير من علمائنا قد قالوا بالتاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى تفسير الشيخ الصدوق لروايات الطب النبوي وحملها على التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى السيد الصدر محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا هم أيضا في موارد كثيرة طبق التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الشيعة هم أيضا قال في بعض الروايات عند إذن بأنها محمولة على التاريخية. كذلك قالوا بأن هناك مقاربات في محدودية أحكامكم، وهذا وارد عندكم بالاتفاق ومنصوص عليه بالأدلة القطعية، كما هو الحال بالنسخ، لأن نعلم على أن النسخ هو رفع حكم ثابت بآخر لانتهاء أمده وزمانه، فليس هناك فرقا كبيرا ما بين شأن القول بالتاريخية وما بين عند إذن محدودية هذه الأحكام ونسخها. وأيضا استقصوا لنا مجموعة من الروايات من خلال المتابعة على أنها شنو؟ على أنها من النوع من القول بالتاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الروايات التي أوجب زيارة الإمام الحسين وبعد قلة الشيعة، ولإظهار لإظهار ظلامة الإمام ومحاربة الظلم عن طريق تلك الزيارة. ثم بعد ذلك القول إيش؟ القول بالاستحباب بعد أن استقر الشيعة وكثروا وأصبحت تلك الشعائر واضحة المعالم في دلالتها، فانتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فحملوا ذلك على التاريخية. كذلك فيما يتعلق بروايات الزكاة، حصر الزكاة بأصناف 5، للعلم على أن التاريخية لا تلغي الحكم، هذا مفهوم خاطئ، لأنها قد تلغي الحكم وقد توسع الحكم وقد تضيقه. فلذلك في مسألة حصر الزكاة، لأن الزكاة إنما في أصل تشريع لسد حاجة الفقراء، إذا كانت هذه الأعيان لا تسد حاجة الفقراء فلا تكون هناك جدوى اقتصادية فيما يتعلق بفرضها، فلذلك وسعوه إلى ما يتعلق ببعض المعادن، كما هو الحال بالنسبة إلى النفط مثلا والغاز، هاي هم أيضا تحمل هذه الروايات في الحصر على التاريخية. كذلك فيما يتعلق بدية القتل الخطأ، احنا نعلم على أن القتل العمدي ديته على الجاني، والقتل الخطأ إنما تكون ديته على من؟ تكون ديته على العاقلة، تكون ديته على العاقلة. أقول في ذلك الزمان عندما كانت الأواصر
الأسرية مترابطة ومجتمعة وكل واحد منهم يعرف الآخر. أما الآن حين التباعد وعدم شنو، وربما يكون بعضهم لا يعرف اسم الآخر، فليس من الضروري أن يتحمل عنه الدية. فلذلك تحميل الجاني، تحميل العاقل للدية مما لا موجب، لا مما لا موجب لذلك. وكذلك فيما يتعلق بحلق اللحية الذي يقول بين الروايات إنما صدرت لأن كان يستهزئ بذلك. وأما الآن عندئذ لما ارتفع هذا المحذور فلا موجب المن، فلا موجب إلى القول بالحرمة. وكذلك يضربون على ذلك مثلا فيما يتعلق بأصناف الدية، عندما كانت أصناف الدية متقاربة سوقيا فيترك خيار للجاني، أما الآن لما اختلفت القيمة السوقية فلا بد من أخذ إذن الورثة أو أخذ شنو أو أخذ المجني عليه إذا كان فيما دون النفس وغير ذلك. وهذه مناقشة فيما يتعلق بالبحث، وكذلك عند أذن النقودة. وانتهينا إلى ما يتعلق عند أذن بعدم تمامية تلك الأدلة، وأن القول الصحيح إنما هو فيما يتعلق بوجود ضوابط بأن الأصل هو عدم التاريخية. والقول بالتاريخية وين نحتاج؟ نحتاج عند أذن إلى ضوابط واستظهارات، وهذه الاستظهارات من خلال القرائن الموجودة كقرينة المتابعة في النصوص مثلا، أو فيما يتعلق بالقرائن الحالية والمقالية التي تحف عند إذن بالنصوص، تكون هي المعيار وهي الأصل في القول بالتاريخية وعدم التاريخية. أما التحليل العقلي الذي اعتمد عليه الحداثيين كثيرا في القول بالتاريخية مما لا موجب له، لأنه قول بالتظني وقول أيضا بمن وقول بعدم شنو، وانفتح ذلك على ما يتعلق بالظن، والأصل في الظن هو عدم الحجة. هذه كمقدمة فيما يتعلق وإطلالة إلى ما يتعلق بالتاريخية والأقوال فيه. أما فيما يتعلق بالبحث فقد قسم البحث إلى مطالب خمس. المطلب الأول تعلق بمفهوم تاريخية الأحكام، لأن التاريخية تكون على نوعين، إما تاريخية معرفية أو تاريخية واقعية. وكذلك بالنسبة إلى مفاهيم مقاربة للتاريخية كما في تعلق تغير الأحكام بتغير موضوعاتها، لأن نعرف على أن الأحكام تنصب على الموضوعات والموضوعات تكون علة المن للأحكام، وهل إنها أخذت على نحو الطريقية أو أخذت على نحو الموضوعية. وكذلك المقاربة الثالثة فيما يتعلق بأثر الزماني والمكان في تغير الحكم ووجه التشابه فيما بينها وبين التاريخية. الأحكام الولائية اليوم عند إذن التي هي من المباحث المهمة التي يجب أن تدخل إلى علم الأصول الإمامي، وين عند إذن مساحتها هذه الأحكام الولائية التي ترجع إلى الحاكم الشرعي بكونه حاكما وبكونه شنو وبكونه قائدا وإنسانا نوعيا في هذه الأمة، وهو الذي يشخص. فمساحته سواء كان إماما أو نبيا أو فقيها إنما تكون في تلك الأحكام الولائية، ومفارقتها عن من؟ ومفارقتها عندئذ عن التاريخية. وكذلك عندئذ استشهدنا في ذلك على مجموعة من النصوص التي صدرت عن الإمام علي وحللناها تحليلا سنديا وعلى مسلك الوثوق، وكذلك بالنسبة إلى دلاليا في القول بمن؟ في القول عندئذ بالتاريخية. ومن ذلك سئل الإمام علي عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا بمن؟ ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ وما اختار، فالقول بالتاريخي واضح فيما يتعلق بهذا النص. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم، ونعرف أن على أن الصحيحة إنما تكون رواتها إمامية عدول في كل طبقات الرواية، عندما قال جميعا قال إنهما قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينار واحد، وهذا خارج شنو؟ وهذا خارج وموجود مجموعة عندئذ من الروايات في هذا الجانب والضوابط الموجودة والنتائج والتوصيات. ولا نستطيع مخالفة سماحة الشيخ، وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسنتم دكتور، طيب الله أنفاسك، جزاك الله تعالى خيراً.